السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل معكم الحديث عن الصيام، عن الأيام المنهي عن صيامها. أن الأيام التي نهينا عن صيامها هي صيام يومي العيدين الفطر والأضحى وأيام التشريق وصيام يوم الجمعة منفرد وصيام يوم السبت منفرد، كما أننا نهينا عن صيام يوم الشك. صيام يوم الشك وهو اليوم الأخير من شهر شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. كما نهينا عن صيام الدهر. يعني الدهر يعني أن يواصل الإنسان الصيام بحيث يقضي كل عمره صائما، لقوله: لا صام من صام الأبد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لحمزة الأسلمي: صم إن شئت وأفطر إن شئت. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الوصال أو وصال الصوم، بمعنى إن الإنسان يصوم يوم يومين متتابعات أو ثلاثة أيام، أن يستمر في هذا الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال، كررها ثلاثا لأنه فيها الهلاك. ثم أخيرا نهى الإسلام المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، والمقصود هنا صيام التطوع. أؤكد المقصود هنا صيام التطوع وليس صيام الفريضة، لأن صيام الفريضة أمر من الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني إذا كان المرأة زوجها أجبرها على الإفطار في رمضان فلا تجيبه ولا تستمع إليه، لأنه في معصية لأمر الله عز وجل. أما في صيام التطوع فلا بد للمرأة أن تستأذن زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا برمضان. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: إلا برمضان. وكذلك لها أن تصوم بغير إذنه إن كان غائبا، يعني إذا كان المرأة زوجها بيشتغل خارج البلاد ويغيب بالأسابيع والأشهر، وربما يعني يغيب سنين، أو ربما زوجها مسجون، فيجوز لها أن تصوم بلا إذنه. وقال أهل العلم: إن كان الزوج مسافر وجاء وزوجته صائمة صيام تطوع، فيجوز له أن يفسد صيامها. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.